المحاضرات السابقة أخذنا قسمة رقمين على رقم واحد وعرفنا شلون نطبق على الأباكس. اليوم إذا عندي ثلاثة أرقام أقسمهن على رقم واحد، نفس المبدأ هو أيضا. أريدكم تطبقون وياي على الأباكس مالتكم. ناخذ أول سؤال في صفحة 21، 124 عفوا 134، هاي 134، ونترك عمود لعملية القسمة، هذا نعتبره عملية قسمة تقسيم 2. تقسيم 2 كالمعتاد يا شباب، نبدأ منين عملية القسمة؟ من أكبر عدد أو رقم مرتبة رياضية. من هو عندي هنا بالمئات؟ عند الواحد، فأقول واحد تقسيم 2 ما يصير. فمثل ما تعودنا إذا ما يصير هذا الرقم فش أسوي؟ آخذ الرقم الثاني وياه. هس هذا واحد ما يصير، إيش أسوي؟ آخذ وياه الثلاثة، صار 13، صار 13 قوة لو ما قوة، صار قوي. 13 تقسيم 2 أقسمها على هاي الاثنين، أشوف أن يا رقم أضرب لنا في 2 يعطيني 13 أو قريب على 13. في جدول الاثنين لقيت الستة، 6 في 2 هو 12، قريب على 13، فأخلي 6، أخلي 6 كيفي، وين ما أخليها أخليها. بعدين إيش أسوي في العملية التالية؟ طبعا هاي نفس الشيء احنا كنا ناخذ في عملية رقمين نفس الشيء، شو نسوي؟ نضرب هاي الستة طلعت عندي في هاي الاثنين حتى نتحقق من حلنا. زين، 6 في 2 12، شو اسوي؟ انقص 12. اوكي تمام. قد بقى عندي من هذا الرقم؟ بقى عندي 14. اجلي وراء، واحد تقسيم 2 ما يصير، واحد تقسيم 2 ما يصير، فحتى انطيق واخذ الاربعه ويا صار الواحد 14. يعني إيه؟ ليش اجت الاربعه ويا؟ اجت الاربعه ويا صار 14. تمام زين، 14 تقسيم 2 اشوف ان يا رقم اضرب لنا في 2 في جدول الاثنين ويطلع 14 او على قريب ال 14 اللي هو 7. اذا 7 في 2 14. اذا بعد عندي ارقام حتى استمر، ما عندي صفر عندي. اذا حاصل قسمه 134 تقسيم 2 هو 67. 67 اخذ مثال اخر، 156 تقسيم 2، 156 تقسيم 2. قلنا نبدي بالواحد اكبر مرتبه رياضيه، هنا واحد تقسيم 2 ما يصير، 15 اخذ وياه الخمسه حتى نطي قوه صار 15. زين، 15 هاي صار 15 تقسيم 2، اروح الجدول الاثنين اشوف ان يا رقم اضرب لنا في هاي الاثنين وينطيني 15 او قريب على 15 اللي هو 7، لقيت 7 اصعد 7، بعدين ال7 اضربها في 2 قد يساوي 14 وانقص 14 منه، ناقص 10 ناقص 4 شي يساوي ناقص 5 زائد 1. اوكي يا شباب، ايش قد بقى عندي من العدد هذا؟ 16، بقى عندي 16. اجي للواحد، واحد تقسيم 2 ما يصير، حتى نطي قوه اخذ الستة صار 16. اروح الجدول الاثنين اشوف ان يا رقم اضرب لنا في 2 ويعطيني 16، لقيت الثمانية. الثمانية، 8 في 2 16، انزل 16 منها. اذا حاصل قسمة 156 تقسيم 2 هو 78. 78 زين يا ابطال، راح اترك لكم تطلعون لي الثالث من يقول لي الناتج ايش قد؟ الثالث 178 تقسيم 2.
نعم أيهم؟ الناتج 89. ممتاز. بعد منو طلع الناتج؟ حلوا براحتكم، حلوا براحتكم. نعم خلينا نشوف زينب. نعم زينب وميس وريماس. ناتج 89. ممتاز. ملاك 89. ممتاز. أستاذ خلصت الناتج 89. أوكي راح أختار، راح أنطي الناتج هو 89، راح أختار الرقم اللي وراء 201 تقسيم 3، 201 تقسيم 3، وأريد خالد أريدك تشرح لي إياه، أفتح لك مايكروفون. مئتين واحد تقسيم ثلاثة. هذا عندي رقم 201 تقسيم 3. شو أسوي خالد؟ اثنين تقسيم 3 ما يصير. عفوا. نعم، شو أسوي؟ أجيب واحد ينطيه قوة ويصير 201. لا 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 لا، آخذ رقم رقم، ما آخذه كله، آخذ الصفر هنا، مو هالصفر صار 20، صح لو لا خالد؟ هذا اللي بجنب، اللي بجنبه هنا، اللي بجنبه آخذ عمود عمود، هذا اللي بجنبه ايش قد بيه هذا؟ صفر. صفر فصار 20. اي ف 20 تقسيم 3. شوف يا رقم جدول الثلاثه، يا رقم اضربه في 3 يعطيك 20 او قريب على ال 20. 3 ضرب 7 هاي يطلع 21، 3 ضرب 7 اكثر من 20، لازم اما 20 او اقل منه. شوف 3 ضرب 6 6، فخلي الستة هنا، والستة شو اسوي بعد هاي؟ شو اسوي بيها؟ ها خالد؟ ستة نوبة، شنو الخطوة القادمة؟ خالد؟ خالد شنو الخطوة القادمة؟ نور؟ نعم. شنو الخطوة القادمة هسه خالد؟ قسم 20 تقسيم 3 وقال 6، هسه شو سوي بعد؟ 6 تقسيم 3. شلون تقسيم 3؟ اضرب ال 6 في 3. هاي ال 6 طلعت عندي 6 في 3، هاي في 3. ايش قد يساوي؟ ثمنتاش. زين ال 18 طلعت عندي منين انقصها؟ من ال 20. من ال 20 هاي ال 10 ناقص 8 شو يساوي؟ 2. ناقص 10 زائد 2، هسه ايش قد صار عندي هنا؟ 2. 21 2، شو اسوي بعد الخطوه اللي وراها؟ حتى اكمل عمليه القسمه مالتي. ستة تقسيم 21. هسه هاي هنا، هسه شلون اكمل عمليه القسمه مالتي يعني؟
يوسف أحمد. نعم أستاذ. هسه شو أسوي بعد؟ أستاذ نضرب الستة بالثلاثة؟ إي. يطلع 18؟ إي. ونقصنا 18 ووصلنا إلى هاي المرحلة. بعد شو أسوي؟ ناخذ 21 تقسيم 3. إي. 7. ممتاز. هاي 7. زين 7 شو أسوي لها بعد؟ 7 أضربها بالثلاثة يطلع 21 أنقص 21. ممتاز. إذن الناتج عندي هو 67. الناتج 67. زين. آخذ مثال آخر. وأريد براء تشرح لي. يلا براء. مئتين وأربعة وثلاثين تقسيم ثلاثة. مئتين وأربعة وثلاثين تقسيم ثلاثة. شو سوى براء؟ براء حيدر. نعم أستاذ. يلا براء حلي لي هذا السؤال، شرحي لي شلون نجي أول مرة. نقول 2 تقسيم 3 ما يصير، فجينا أخذ الوراء نظر الناتج 23. 23 3 في الجد يطلع لنا 23. 7. 7 براء. براء اي احسنت. 7. اي 7 شو اسوي لها هاي السبعة؟ يزود 2. نعم ويزود 2. ما له علاقة باليزود انا هسه شو اسوي؟ براء ما له علاقة باليزود هسه شو اسوي؟ اقول 4 قصدي 3 تقسيم. هسه هاي السبعة طلعت عندي، انت هسه خوش بديتي، هاي السبعة طلعت عندي. بمن اضربها حتى تحقق من الحل مالتي؟ 7 7 في 3 يطلع لنا 21. وانقص 21. انقص 21. اي. هسه شو اسوي بعد؟ اجي ويزود 2. قلنا 2. 2 تقسيم 3. اي. 2 تقسيم 3 ما يصير، فاخذ الاربعة وياها. اي. 3 24 تقسيم 3. 24 تقسيم 3. اي. 3 بتزيد تطلع لنا 24. اي. 8. عافية 8. 8 في 3. 8 في 3. 24. شكرا. بنقص 24. ممتاز ممتاز. الناتج 78. اوكي راح اخذ هدى. يلا هدى. نعم استاذ. اوكي 138 تقسيم 3. اوكي 108 والثلاثين تقسيم ثلاثة شو سوي؟ أستاذ يعني شوية أدرس ما فاهمته. شنو ما فاهمه بي؟ شلون أقسم؟ يعني حتى قسمة رقمين على رقم واحد ما تعرفينها؟ لا قسمة رقمين على رقم واحد أعرف. نفس الشيء هاي، نفس الشيء هدى. نبدي بالواحد، تجين هذا الواحد. خل نبدي أنا وياك، تمام؟ تمام هدى؟ تمام. هسه وين نجي هذا الواحد؟ أقسمنا على اليمن؟ على الثلاثة. يصير؟ لا. ها زين، حتى أزود القوة مالته، إيش أسوي؟ أروح
جدول الثلاثة. لا لا لا، ما أروح الجدول الثلاثة بعده، هو واحد تقسيم ثلاثة ما يصير، فهذا الواحد ضعيف ما صار يقسم. شو أخذ وياه؟ أخذ وياه العدد اللي بصفه مباشرة، هذا العدد الكل ينتبه. إذا ما يصير أخذ بس هذا العدد وياه، إيش قد صار؟ 13. عفية، صار 13. هسه 13 تقسيم 3 إيش قد يساوي؟ أروح الجدول الثلاثة أشوف أن يا رقم أضرب أن في 3 ويعطيني 13 أو قريب على 13. 4 في 3 يساوي 12. 12، إذن أصعد 4 وأضربها وين الأربعة؟ بالثلاثة. عافية، إيش قد طلع عندي الناتج؟ 12. زين، هاي 12 منين أنقصها؟ من هذا الرقم اللي قسمته. من 13. من هذا ال 13 اللي قسمته يا أبطال، فهاي 12. زين، إيش قد بقى عندي من هذا العدد؟ 18. عافية، فأجي للواحد يصير أقسم منه؟ لا. شو أسوي حتى أزيد القوة مالته؟ آخذ الويا بصفه. آخذ من العدد اللي بصفه. صار إيش قد؟ 18. 18 تقسيم 3. يا رقم أضرب لنا فيه 3 ويعطيني 18. 6. عافية، ممتاز، 6، خلي الستة هنا، والستة بمن أضربها؟ بالثلاثة. إيش قد يطلع؟ 18. وأنقص ال 18، إيش قد الناتج؟ 46. عافية، ها هدى فهمتيها لو بعد أعطيك سؤال؟ فهمت أستاذ. وين درة؟ موجودة لو لا؟ يلا درة، درة اعطي السؤال. أستاذ أنا هم شوية ما فاهمة. يلا درة ناخذ السؤال. قسمة رقمين على رقم واحد، فهمتها لو لا درة؟ فهمتها. أوكي زين درة، خلنا ناخذ هذا السؤال. مية وستة وثلاثين تقسيم اثنين. مية وستة وثلاثين تقسيم اثنين. شوف الدرة أول مرة شلون نحل؟ أول شيء نقسم الواحد في اثنين تقسيم اثنين. عافية، هذا الواحد أقسمنا على هاي الاثنين يصير؟ لا. حتى أزود القوة مالته إيش أسوي؟ أخذ الرقم اللي صفر. هذا صار 13 تقسيم 2. يا رقم اضرب لنا في 2 يعطيني 13 او قريب. تروحين الجدول الثنين. 4 في 2 8. لا ما يصير. شوفي يا رقم اضرب لنا في 2 ويطلع 13 او قريب على 13. 6. عافيه، ممتاز، 6 واخلي 6 هنا. بعدين هاي الستة بمن أضربها؟ في ثلاثة. لا، في هاي الاثنين، هاي الستة أضربها حتى تحقق من حلي، أضربها بهاي الاثنين اللي قسمت عليها. ستة في اثنين جدول الاثنين ايش قد يساوي؟ 12. عافيه، منين انقص 12؟ من الرقم الاول. عافيه، من هذا الرقم 12. زين، هذا الرقم ايش قد بقى به هنا عندي؟ 16. عافيه، اجي الواحد اقسمنا على هاي الاثنين يصير؟ هذا الواحد ما يصير، حتى ازود القوه مالته اخذ الرقم كله اللي وياه. صار 16 تقسيم 2 قد يساوي؟ نروح الجدول الاثنين، يا رقم نضربه في 2 ويطلع 18 16. ها
جدول اثنين في اثنين عافيه ثمانية في اثنين 16 وانقص 16 اذا الناتج ايش قد هو صار عندي 68 زين خلينا ناخذ اخر ميار خلنا ناخذ سؤال ميار جاهزة؟ نعم استاذ بس استاذ انا من شوية ما فهمتها مو مشكلة نفهم سوا عاد نعم 282 تقسيم ثلاثة نفس المبدأ أول مرة منو أجي أقسم يا رقم ميار؟ الاثنين تقسيم ثلاثة يصير؟ ما يصير إيش أسوي؟ الرقم وراء عافية أخذه ويا حتى تزيد القوة مالته إيش قصار؟ 28 تقسيم ثلاثة أشوف أن يا رقم أضرب لنا فيه ثلاثة يطلع 28 أو قريب روحين جدول الثلاثة عام يا أطلع دفتر ماكو شلون قريب ما اريده كلش قريب عليكم مو اكبر منه اما 28 او اصغر منه برقم برقمين مو مشكله 27 شنو هو يا رقم اضربه فيه ثلاثة ويعطيني اقل من هذا الرقم 28 او يساوي 29 3 في 9 27 اذا 9 صح لو لا اي هذا التسعة خليه هنا زين هاي التسعة أضربها في ثلاثة إيش قد يساوي هو 27 ونقص 27 منه زين إيش قد بقى عندي هذا الرقم 12 ها 12 تقسيم ثلاثة يا رقم أضرب لنا في ثلاثة وينطيني 12 أروح الجدول الثلاثة أربعة صعد أربعة بهاي الأربعة شو أسوي أربعة في ثلاثة قد يساوي 12 وانقص 12 بقى عندي شيء لا ما عندي ناخذ مثال اخر لو فهمتي ناخذ مثال اخر لو فهمتيه فهمته وفهمته تمام يعني ناخذ رقم لا ما صار اخذ الرقم اللي بصفه وهكذا ناخذ رقية وراها ليان رقية اثير ها رقية ماكو رقية ناخذ ليان نعم استاذ ها ليان يلا ناخذ سؤال نعم انا جبتكم واحد واحد حتى نفهم يعني نكون شنو عارفين شنو نحل زين ليان 267 تقسيم 3 267 تقسيم 3 يلا شلون ابدي حل؟ اول شيء نشوف ال 200 تقسيم 3 ما يصير فناخذ الستة وياها نقول 26 تقسيم 3 ممتاز نشوف جدول الثلاثة يا رقم اقرب من ال 26 هو ثلاثة في ثمانية بنحط بننزل ثمان بنحط ثمانية بعدين نقول ثمانية في ثلاثة الناتج ثمانية في ثلاثة 24 فنقص 24 هاي 20 وناقص 4 شو يساوي؟ ناقص 5 زائد 1 زائد 1 زين ممتاز هسه
هسه أقول 2 تقسيم 3 ما يصير، فأخذ 7 وياها، نقول 27 تقسيم 3، أضعه على جدول 3، رقم أقرب لـ 27 هو 3 في 9، فأحط فأنزل 9 يملك 3، هسه أقول 9 في 3 ناقص 27 ونقص 27. ممتاز، هذا الشرح المضبوط، سلاسة، ممتاز، أحسنت، أشكرك ليان، ممتاز. ملاك. نعم أستاذ. يلا ناخذ سؤال. نعم. طبعا هذا الكلام يا أبطال، يعني أنا حتى لو عندي 4 أرقام في رقم واحد نفس الشيء تطبقون، تبدون من آخر رقم وشوية شوية، إذا ما يصير أخذ اللي بصفه، إذا ما يصير أخذ اللي بصفه، وهكذا من أنا من أخلص الرقم. 285 تقسيم 3، 285 تقسيم 3. يلا نعم. الاثنين ما يصير نقسمها بالثلاثة، فنأخذ الثمانية وياها، نشوف بالجدول الضرب من هو القريب عن 28، التسعة قريبة فنحط التسعة. نعم. نعم. ونضرب الثلاثة. إيه، نضرب التسعة بمن؟ نضرب التسعة بالثلاثة. عافية. إيش قد يساوي؟ جدول الثلاثة، تسعة في ثلاثة. سبعة وعشرين ناقص 27، تمام. بعدين تظل عندنا 15، ونشوف بالجدول الثلاثة عندنا 15، نشوف بالجدول الثلاثة عندنا فالخمسة قريبة، فالناتج هو 95. ممتاز ممتاز، الناتج هو 95، ناتج هو 95. زين، نرجع الخالد. خالد، صارت واضحة الأمور؟ نعم. أوكي، ناخذ مثال وبعدين نور أيضا نعطيها مثال. زين، مية واحد واربعين تقسيم ثلاثة، 141 تقسيم ثلاثة. نعم. يلا خالد. أشوف واحد تقسيم ثلاثة ما يصير. أي. أجيب الأربعة وياها يصير 14. نعم. 14 جدول ثلاثة. تقسيم ثلاثة، أشوف جدول الثلاثة. أربعة. إيش قد؟ يساوي ثلاثة ضرب أربعة يساوي 12. أربعة 12 ونقص 12. زين. إيش قد بقى عندي؟ نعم. بقى عندي 141. أو. وينكم 100؟ إيش قد؟ 21 بقى فقط. نعم، شو اسوي هسه؟ 4 ضرب 3 الناتج 12، ونزلت 12 راحتها لك انا. 2 تقسيم 3 ما يصير. اي، فازيد 1 يصير 21. 21 تقسيم 3، 3 ضرب 7. 7، ممتاز. زين، 7 ضرب 3 يساوي 21، فأنقص 21. إذن بعد ما عندي أي رقم هنا حتى استمر، إذن الناتج هو 47. نور. نعم. يلا ناخذ سؤال. السؤال يقول 174 تقسيم 3، 174 تقسيم 3. نشوف واحد دقيق. 174، 174 تقسيم 3. ايه، نشوف الواحد تقسيم 3 ما يصير. ايه، يصير
17 تقسيم 3. إيه. نعم، شوف جدول الثلاث. نعم. ثلاثة في خمسة. خمسة. هاي خمسة. خمسة في ثلاثة. 15. آه، ومنين ننزل 15؟ من هذا الرقم. منا أو منا. يلا. بعد شو أسوي؟ نعم. خمسة تقسيم خمسة ضرب ثلاثة. إيه 15 نزلت إيش 15 أنا. هسه عندي إيش قد بقى من الرقم هذا؟ 24. شو أسوي؟ اثنين تقسيم ثلاثة ما يصير. ما يصير، فيصير وأخذ وياه 24. قسمه على ثلاثة إيش قد؟ يا رقم اضرب لنا فيه ثلاثة وينطينا 24. ثلاثة في ثمانية. ثمانية، ممتاز. صعد ثمانية هنا. ثمانية في ثلاثة. 24. إذن الناتج هو 18. الناتج هو 18. أيهم؟ نعم. يلا ناخذ سؤال أيهم؟ أوكي. ألو. يلا. ميتين واحد وستين تقسيم ثلاثة. ميتين واحد وستين تقسيم ثلاثة. نعم. أول شيء نقول ثلاثة تقسيم اثنين ما يصير، بعدين نقول ستة. لا 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 لا، شلون ثلاثة اثنين تقسيم ثلاثة؟ إيه اثنين تقسيم ثلاثة، إحنا مو عندنا ضرب، لأن ضرب عملية إبدالية. إذا ضرب يصير، بس ما يصير تقول ثلاثة تقسيم اثنين. لا، نبدأ من المقسوم. هذا يسمونه المقسوم، هذا كله يسمى المقسوم. ومن المقسوم عليه؟ هذا المقسوم عليه. وهاي شنو هي؟ أداة القسمة أو عملية العفو، علامة القسمة هاي هنا. هذا المقسوم وهذا المقسوم عليه، تحفظون هذني. نعم، شنو نسوي؟ نقول منو أقرب رقم أضربه في الثلاثة يطلع لنا 26. هو الثمانية. ثمانية. نعم. ثمانية في ثلاثة. 8 في 3 24 ناقص 20. ناقص 20. نعم اي ناقص 4. ايش قد بقى عندي من الرقم؟ 21. 21 شنو الرقم اللي اضربه في 3 يطلع لنا 21؟ 7. ننزل 7. 7 في 7 في 3 21. 21 اذا الناتج 7. ممتاز. الآن يا أبطال تحلون بصفحة 21، تحلون بصفحة 21 كيفكم؟ إيش قد ما تحلون حلو على الأباكس، حلوهن صفحة 21.
نعم يوسف. انتهى توقيت الحل، يكفي هذا يعني الحل. زين، اريدكم تستمرون في حل صفحه 21 و 22، واللي يقدر كيف يحل صفحه 23 مو مشكله، تستمرون بحلهن، وان شاء الله راح نراجع الحلول وياكم في المحاضره القادمه، ان شاء الله حتكون الجمعه القادمه. الجمعة القادمة مع السلامة أستاذ. نعم مع السلامة أستاذ. يعني هاي الجمعة ماكو؟ ما أستاذ، لا موجودة الجمعة محاضرة. المحاضرة هاي راح ناخذ بها إذا طلع عندك ناتج كسر 20 موجود بيه. لا أستاذ، نعم. هاي الجمعة أنا عندي درس، ما أقدر. مو مشكلة، تقدر تشوف المحاضرة تسجيل، تقدر تشوف المحاضرة تسجيل. شكرا. مع السلامة أستاذ. مع السلامة. مع السلامة أستاذ.